ارحب بالاستاذ هاني ميلاد رئيس شعبه المجوهرات والمصوغات بغرفه القاهره التجاريه ورئيس الشعبه العامه للمجوهرات والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجاريه. اهلا بك استاذ هاني، مرحب بك النهارده عندنا في الاهرام. اهلا بك بالساده المشاهدين والمستمعين. اهلا بك. تلاحظ في الفتره الاخيره ارتفاع اسعار الذهب بشكل قياسي، واطلقنا عليه انه يعني ارتفاعات تاريخيه، فما الاسباب؟ بالفعل زي ما حضرتك قلت كده، اسعار الذهب في مصر وصلت لاسعار غير مسبوقه، وتعتبر بالفعل يعني لاول مره بتتسمع وبتتعرف. وحتى الاسعار دي بالنسبه لنا كتجار وصناع اصبحت جديده علينا في اللي احنا نتعامل فيه، وده لعده اسباب كتيره. كان اهم سبب ليها التوقف عن استيراد خام الذهب في القرارات اللي ابتدت من شهر مارس الماضي، وقف التعامل بالاعتمادات المستنديه. الاعتمادات المستنديه، وبرضه التخصيص طبعا نتيجه للظروف اللي احنا كلنا عارفينها. يعني احنا متفهمين ده، ان الاولويه كانت للسلع الاساسيه، وبالتالي اصبح في فرق ما بين السعر العالمي والسعر المحلي. التعويم اللي حصل برضو بالنسبة للجنيه المصري ونسبة للدولار على مرحلتين، برضو من ساعة لما وصل 18 وبعد كده النهاردة 24، وبالتالي سعر الذهب ارتفع أيضا. عندنا عامل بقى مهم حاليا ومؤثر بقوة، هو عامل العرض والطلب، يعني لأنه بقى الخام اللي موجود داخل القطر محدود او ما بيتزايدش، وبيحصل عليه طلبات من جميع الناس، وابتدى يظهر الوعي بقى التحوطي نحو ان هو يتحوط من ناحيه النقد، وشايف انه النقد ممكن يبتدي يفقد قيمه شرائيه، فبيحطه في الملاذ الامن او مخزون القيمه اللي هو الذهب. وبالتالي حصل عملية شراءات وطلبات كتيرة لخام الذهب في الفترة الأخيرة دي، مما سبب في ارتفاع الأسعار. في هذه اللحظة وصل عيار 21 لكام؟ احنا بنتكلم النهاردة في حدود 1700-1710 في الحدود دي. طب احنا كنا بنستورد قد ايه ذهب، خام الذهب، ومن اي دول الاول لما كان مساله الاستيراد سهله؟ قبل كده هو يعني كانت عمليه الاستيراد والمبيع والتصدير، يعني بص طول يعني احنا كان بيمر علينا اوقات معينه بنستورد خام من بره، واوقات تانية بنصدر خام بره. ده بيتوقف على موضوع العرض والطلب، يعني بعض الاحيان مثلا كانت في ناس بتبيع كميات ذهب كتير في سنوات كتير، فكان بيبقى مطلوب تعويضها بسيوله ماديه، فكنا بنضطر نصدر السبائك عشان نجيب بدلها فلوس. والناس بالعكس لما برضه بيحصل بيبقى فيه طلب والكميات اللي موجودة مش موفية، كان بيحصل عمليات استيراد ما بتبقاش ثابتة، ليها تغيرات وعلى حسب السنين والأوقات اللي احنا بالحالة الاقتصادية. بصي الأرقام بالظبط بتبقى موجودة في مصلحة الدمرة والموازين، هي اللي بتبقى عندها الإحصائيات بالنسبة للصادر والوارد.